تعليقا على سؤال ما حكم بيع السلعة سلعة بالتقسيط دون امتلاكها، وقالت إحدى الأخوات: وهل يقع اسم على من قام بشراء أشياء بهذه الطريقة دون علم منه؟ طبعا إذا أمكن فسخ هذا العقد اللي حصل يفسخ، يعني إن كان فيه عقود موجودة قائمة يبقى ترد السلعة ويأخذ الايه الثمن. إذا حصل بيع سلعة من غير الامتلاك لو موجودة يبقى يفسخ البيع، غير موجودة وتصرف المشتري في السلعة وانتهت يبقى يدخل تحت قوله تعالى: إيه؟ كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لكن من كمال شروط التوبة بالنسبة للأموال أن يتخلص من المال الحرام، المكسب الحرام الذي كسبه من هذا العقد، يتصدق به عشان تبقى التوبة كده هي صادقة ومقبولة ولا يرجع إلى مثل هذا مرة أخرى. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. أيوة فاتحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على بيت الكرام.